من ذا الذي لا يعرف سوسو؟ حد ما يعرفش سوسو؟ لا، ازاي بقى يعني؟ العيال كبرت، مسرحية من المسرحيات الخالدة، خد بالك يعني، مسرحية خالدة طبعا، خالدة بكل نجومها، الباقين معانا ربنا يا رب يمد في عمرهم، واللي رحلوا عن هذه الدنيا فانتقلوا من رحمة الله إلى رحمة الله، الله يرحمهم جميعا، كلهم نجوم. سوسو واحدة من أجمل نجماتنا من حيث الشكل والمضمون بالمناسبة. سوسو حلم جميل لكل الولاد اللي في الدنيا، يعني الكل كان يتمنى أن يحب فتاة زي سوسو، في جمال سوسو، في رقة سوسو، في خفة دم سوسو، في رشاقة سوسو. فنانة الكبيرة النجمة نادية شكري، ازاي حضرتك يا مدام سوسو؟ والله بعد اللي انت قلته ده بقى احرجتني جدا جدا. لا والله جميلة الطويلة الحلوة دي. لا والله رشا ما قالتلكيش انا بحبك؟ رشا مش هينفع، رشا اصغر مني ب 15 سنة، هنمشيها كده، بس لازم تكون رشا قالت لك كوزي بيحبك جدا. يا حبيبي ربنا يخليك يا رب، يعني ده من ذوقك، وكفاية الكلام الجميل اللي قلته، وحكاية ان انا كنت حلم الشباب والكلام ده. طبعا طبعا الله يرحمهم جميعا طبعا، يعني ويرحمنا بأحياء وأموات يعني جميعا. وأنا مرسي ليك قوي، وتحياتي لكل المشاهدين، ورمضان كريم، وربنا يسعد كل الناس يا رب، ويجعل كل أيامهم أعياد بإذن الله. ده كفاية أنك نورتينا في جودر، ودي حاجة رائعة. احكي لي الحكاية دي بقى. والله بص، الحكاية دي أنا بقالي فترة شوية غايبة، يعني يمكن برضو يعني ظهرت ضيفة شرف في فيلم رحلة 404 منى زكي، فنانة جميلة طبعا، محافظ الألقاب، والأستاذ الكبير المخرج أستاذ هاني خليفة. هاني خليفة عبر. فمن بختي أن أنا حقيقة يعني السنة دي كده نزل لي حاجتين ورا بعض، ضيفة شرف، بس الحقيقة يعني من في أعمال بتعلم، يعني صح. سواء الرحلة 404 سواء جودر. جودر كان بالنسبة لي أنا أما جالي الدور شفت فيه ده هيبقى له نجاح، بس ما كنتش متخيلة الكم ده الصراحة، يعني كنتش متخيلة قوي كده. فطبعا ده راجع لأنه المخرج مع احترامي طبعا يعني محافظ الألقاب ليهم أستاذ إسلام خيري، والفنان الكبير أستاذ ياسر جلال، حقيقي المقابلة بتاعتهم وإحساسك إن أنت داخل على ناس جميله كده بتقدرك وبتحبك، ومش بس انا على فكره ده بيعملوا كده مع كل حد في المكان، يعني مع كل الناس، مع المجاميع، مع اي حد، بيحسسوك ان انت داخل مش داخل تتوتر، بيريحوك وبيدلعوك وبيحسسوك بقيمتك وبيساعدوك وبيدققوا معاك في التفاصيل ويساعدوك فيها. فده خلاني كده زي ما تقول كنت بمثل وانا رافع ايديا يعني. فده من ضمن اسباب النجاح طبعا، انك الواحد يجي له بخت انه مع مخرج فاهم وواعي وحبوب كده، ومع فنان كبير زي الاستاذ ياسر القمر ده اللي بيدلع كل الناس، وكمان الكرو كله، ان انت مش متخيل يعني ما شاء الله الله اكبر، مش عايز احتتهم. نجاح العمل ده ناتج على ان كل الناس لانها كانت بتتعامل بحب قوي قوي قوي، كلهم من ملاء، من ازياء، يعني من كوافير، من ماكير، من كل الناس في الاستوديو والمساعدين، من كله حابب بعضه، فبالتالي الحب ده ظهر فعلا في العمل ده جدا جدا. والعمل فعلا حلو، يعني انا شفت منه اربع حلقات لحد دلوقتي، يجننوا بجد، ربنا يعني يبارك لهم، يعني حاجه جميله، وده نتيجه الحب اللي موجود. يعني ما تحس كده ان يعني انا من بختي ان انا في العملين دول اللي ورا بعض قابلت ناس فعلا حسيتني ان الدنيا بخير، وان الناس بتوع زمان يعني في منهم دلوقتي فعلا لسه موجود منهم، يعني صح صح. بس هم يا بختهم برضه، من بختي والله، هم يا بختهم، هم يا بختهم. لا والله ده من بختي. وطبعا هو الدور كان صعب عشان حكايه اللي الناس، كان على فكره في ناس علقوا على ان انا صلعه وكده، انا قلت لهم انا مش صلعه ولا حاجه، الصلعه دي متركبه بعبقريه طبعا، دي الشخصيه يعني. طبعا والسيليكون اللي في وشي اللي عمل المكياج ده، لا يعني، واللبس، كل حاجه في المسلسل ده ما شاء الله معموله بدقه فظيعه جدا. صحيح، ما شاء الله ربنا يبارك لهم، ده من بختي على فكره الحمد أهم لله. اهم حاجه بس ما تقطعيش بينا.
يعني لا مش ان بقى شاء كل الله. شويه كده كل فتره والتانيه، لا احنا عايزين على طول على طول على ان طول شاء على طول. الله والله. ادعي لي بقى، ادعي لي دعواتكم ودعوات الناس ان شاء الله. وكمان ان انا جمهوري وحشني يعني جدا. وحضرتك اللي وحشتينا قد الله الدنيا يخليك، الحمد والله لله. ده بجد. حب من ربنا والله، حبكم ليا ده من حب ربنا ليا، الحمد لله رب العالمين. يا رب يديم المحبة دي على حضرتك، ونورتي جودر ونورتي شاشات التلفزيون مرة تانية، ونورتينا بصوتك الحلو في البرنامج. كل الشكر لحضرتك، كل الشكر نجمتنا وفنانتنا الكبيرة أستاذة نادية شكري. جودر فعلا مسلسل حلو قوي قوي، مش بس عشان ألف ليلة. جودر معمول حلو في الكتابة جدا، جودر إخراجه رائع، ياسر جلال شهادتي فعلا والله العظيم هي شهادة مجروحة، بس ياسر ده ممثل عظيم. فواز كمجرة العادة عبقري مذهل مختلف. تيجي تقول لي ده أصل كان طالع في الدور ده شرير، وأصل ما هو دي عبقرية فواز، إنه بيديلك الشر بزوايا مختلفة. يعني فواز في حق عرب غير فواز في جودر، صح ولا أنا غلطان؟ أظن إن أنا صح، أنا دايما صح بالمناسبة. طيب.